تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة إجراءات الفحص البيطري لسباق 160 كيلومتر لبطولة منبر زر الدولية للقدرة في فرنسا، حيث سيقود سمو فرسان الفريق الملكي في البطولة التي تعتبر محطة مهمة تمهيدا لبطولة العالم القادمة التي ستقام في نفس المنطقة في سبتمبر من العام القادم. والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد مع فرسان الفريق الملكي للقدرة قبل المشاركة في السباق الذي يشهد مشاركة واسعة من فرسان العالم. سيقود سموه الفريق بمشاركة الفرسان محمد أو الفارسان محمد الهاشمي وعاصم عبد الواحد. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة منبر زر تعتبر من البطولات القوية على المستوى الأوروبي، حيث دائما ما تشهد منافسة قوية من الفرسان المشاركين، لأنها تحظى باهتمام كبير بصفتها محطة مهمة قبل بطولة العالم القادمة، حيث يتعرف الفرسان على التضاريس الأرضية ومراحل السباق. شار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن التواجد الأوروبي للفريق الملكي للقدرة يأتي امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها في الفترة الماضية، وتكللت بتحقيق العديد من الإنجازات، حيث يحرص الفريق دائما على التواجد القوي والمنافسة على المراكز الأولى، ولأن تكون مشاركته من أجل المشاولة أن تكون مشاركته من أجل المشاركة فقط. تمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق الملكي للقدرة في البطولة وتحقيق أفضل النتائج.